بعت لي يا جماعه كذا كومنت، ايه الحاجات المقاطعه وايه الحاجات اللي مش مقاطعه في المنتجات مثلا. فالنهارده جايب لكم منتجات المشروبات المقاطعه. ستينج يا جماعه، تمام. ستينج تبع شركه بيبسي مقاطعه، تمام. ايمستل تبع شركه بيبسي مقاطعه. بريل تبع شركه بيبسي مقاطعه برضو، تمام. طبعا البيبسي والكولا بكل منتجاتها مقاطعه، منهم طبعا البيبسي اللي نازل جديد اللي هو بخمسة ده الزيرو، طبعا ايه مقاطعة. ايه بقى المنتجات اللي عندي مش مقاطعة؟ مثلا في الفولت الطاقة ده مصر 100%، تمام. الدبل اكس ده مصر يا جماعة، مشروب ده مصر 100%. وفي سوبر باور دوت مشروب تبع شركة فولت برضو مصري. وفي البيك كولا طبعا ده مصري. وفي تويست مشروب الطاقة ده برضو مصري يا جماعة. وفي برضو طبعا ده مش محتاج يتقال لأن ده معروف، الفيسيفين الفيسيفين برضو منتج مصري، تمام. ودي المشروبات، واستنوا مننا جزء تاني للمشروبات، وبعد كده هعمل جزء تالت للشيبسيات والسناكسات المصري والسناكسات اللي فيها المقاطعة والسناكسات اللي ما فيهاش مقاطعة. ماشي يا جماعة، سلام.